مقادير الكيك بقى، اليوستافاندي اهو متقطع نصين زي ما انتم شايفين، بشيله خالص من ده وبقطعه كده خلاص اهو تمام. عندنا بقى كمان سكر وزبده، المقادير هتنزل بالظبط عندكم على الشاشه عشان الحاجه تبقى بس مظبوطه. عندنا لبن وبيض وملح وفانيلا وكمان بيكنج باودر ودقيق وربع كوبايه زيت خلاص. طيب اول حاجه هجيب كده الزبده واحطها بالطريقه دي، وبصوا انا عايزاها تبقى شويه تمام. الله على الريحة. اوكي طيب طلعها كده على طول هي سخنت. نجيب اي صينية كيكة عندنا، اي صينية متاحة هحط كده. خلاص. وفي هنا معلقة اهي زيت، معلقة قصدي زبدة، هحط عليها بس حبة زيت عشان يبقوا اكنهم ربع كوباية. وايه وهحطها على الكيك بس هيبقى ايه تبرد. هجيب بقى اليوستافاندي واعمله كده. كده. نحطه كده بالترتيب كده. طعمها لذيذ قوي الكيكة دي. هحط انا دي كده هنا. باقي. مع حبة السكر. خلاص. مع البيضة. الفانيلا. وابتدي ايه اضربهم. دي بقى هحط عليه البيكنج باودر وايه ورشه الملح خلاص. وانا هنا حطيت حبه مكعب تقريبا زبده، هحط عليه معلقه زيت عشان يبقوا تقريبا اكنهم ايه ربع كوبايه زيت اهو، معلقه صغننه قوي تمام. تمام كده. هجيب بقى الصينية واحط مقدار الكيك. هي ولا بتبقى عريضة قوي او تخينة قوي ولا رفيعة، بس طبعا كل ده هينفش يعني. افرده كده كويس قوي.